بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس يدعو المؤمنين للاستفادة من عطلة الصيف والإصغاء إلى الله. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يحمل هموم المسيحيين للرئيس الأمريكي بايدن. الكنيسة المارونية في بيت لحم وعمان تحتفل بعيد القديس شربل. البطريرك باتسابالا يشارك مجلس رؤساء الكنائس في الجليل بالرياضة الروحية. وفيها أيضاً عيد مار الياس الحي، عنوان حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. خلال لقاء قداسة البابا فرانسيس بوفود الحجاج والمؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، دعا الحاضرين إلى الاستفادة من زمن العطلة الصيفية وقال: لنتوقف ونصغي إلى يسوع، حيث من الصعب أن يجد الإنسان فترات حرة للتأمل. وبالنسبة للكثير من الأشخاص، يسير العمل عندهم بوتيرة سريعة ومضنية، حيث يمكن لفصل الصيف أن يكون مناسبة ثمينة لفتح الإنجيل وقراءته ببطء وبلا تسرع. وأضاف قداسته: لندع صفحات الإنجيل تحاكينا ونتساءل في أي اتجاه تسير حياتنا، وإذا ما كانت تتماشى مع أقوال الرب يسوع أم لا. ونتساءل أيضا: ما إذا كنا ننغمس في أشغالنا مع بداية كل يوم، أم أننا نبحث عن الإلهام في كلمة الله؟ وأضاف أنه إذا خرجنا من بيتنا في الصباح حاملين في ذهننا كلمة يسوع، سيطبع النهار بهذه الكلمة القادرة على توجيه أفعالنا بحسب مشيئة الرب. وفي الختام سأل قداسته العذراء مريم أن تساعدنا على اختيار النصيب الصالح الذي لا ينتزع منا أبداً. خلال لقائه بالرئيس الأمريكي بايدن، أكد غبطته بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ثيوفيلوس الثالث على ضرورة التدخل الأمريكي الفاعل لحماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة، وخاصة مدينة القدس التي تشهد هجمة غير مسبوقة على الكنائس ورجال الدين والمواطنين المسيحيين ومحاولات الجمعيات المتطرفة الاستيلاء على عقارات باب الخليل. كما تحدث غبطته إلى الرئيس الأمريكي خلال زيارته مؤخراً لكنيسة المهد في بيت لحم عن التضييق الذي تمارسه هذه الجمعيات على حرية العبادة ومنع وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم بحرية. وخلال اللقاء قدم غبطته شرحاً عن مخاطر الهجرة المسيحية وخاصة من القدس، مشيراً إلى أن الحفاظ على الوجود المسيحي هو رسالة إنسانية وحضارية هامة. أقامت الكنيسة المارونية في كل من بيت لحم وعمان احتفالات بمناسبة عيد القديس شربل ومرور 25 عاماً على تأسيس الرعية في عمان. اشتملت الاحتفالات على قداديس وصلوات وأمسيات استذكر فيها المؤمنون فضائل ومعجزات القديس شربل. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بمناسبة عيد القديس شربل، ترأس غبطة البطريرك بيير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين قداسا احتفاليا في كنيسة بيت لحم المارونية بحضور عدد من الآباء الكهنات والراهبات والوجهاء وحشد من المؤمنين. وقال غبطة البطريرك في عظته: لم يفعل مار شربل شيئا في حياته، ولم يبني مدارس أو مستشفيات، جلس أمام الله فقط، وبعد عدة سنوات أثر ما فعله بشكل ملموس في حياة الكثير من الناس. واليوم وبعد تجديد الكنيسة والدير، نقلت ذخائر مار شربل إلى داخل الكنيسة، حيث تحوي ساحتها الخارجية معرضاً صغيراً يروي بعضاً من معجزات الشفاء التي تمت بشفاعة القديس شربل وعلى يديه. وفي ختام القداس أقيم حفل استقبال في قاعة الكنيسة. وفي العاصمة الأردنية وبالتزامن مع عيد شفيعها، أقامت رعية مار شربل بعمان مجموعة نشاطات طالت الأطفال والشبيبة والجماعات الرسولية وأهل الرعية، وتضمنت النشاطات إقامة قداس احتفالي بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس الرعية في عمان، حيث ترأس القداس راعي الكنيسة المارونية في الأردن المونسنيور الأب جوزيف سويد بحضور كل من السفير اللبناني في الأردن يوسف رجي والوزير الأسبق سامي هلسة والنائب مجدي يعقوب وعدد من الآباء الكهنة والشخصيات الرسمية وأخوية مار شربل وعائلات الرعية.
وقد رفعت الصلاة على نية السلام والأمان في المملكة والعالم أجمع. كما التقى الأب جوزيف سويد وفداً من الأردن ولبنان وسوريا والعراق وفلسطين ومصر، وذلك في كنيسة مار شربل بعمان، وقد دار الحوار حول أهمية وجود المسيحيين في الشرق، ثم شارك الحاضرون بصلاة السبحة الوردية. بعدها ألقت السيدة ميرنا الأخرس شهادة حياة عن ظهورات السيدة الصوفانية لها. فجأة بحس بإيد على كتفي عم تدفع. سعيدة كتير هلأ، بس كلمة صغيرة بدي أقول إنه ما 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 ننسى الجوهر. يعني نحن زرنا الأماكن المقدسة، يلي غطس بالماء، يلي باس الحجر، يلي تصور حد العمود، يلي بسط بالفسيفساء، كتير هي علامات إشارات حلوة بتحيي الإيمان فينا. بس ما هذا اللي بيهمه ربنا، يلي بيهمه أكتر ما أني بوس حجر وأتصور حد عمود، بهم أنه أحضن خي الإنسان أو أعمل عمل خير مع خيي، هذا اللي بيهمه ربنا يعني. فاللي بدي أدعي أنه نكون هيك شهود لحب الله بحياتنا، نكون رسل لقلوه وين ما رحنا. هلأ نحن أخذنا هون زوادي كلنا مع بعضنا من أبونا جوزيف سويد، عطانا زوادي كتير حلوة تنمشي فيها. فنتمنى أنه نحمل هالكلمة ونكون شهود لربنا وين ما رحنا. كما أحيت الرعية بهذه المناسبة الصلوات وأمسية ترانيم مارونية بيزنطية بقيادة الدكتور حسام حداد. كما احتفل الأب جوزيف سويد بالذبيحة الإلهية مع سيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن، وفي عظة القداس تحدث الأب سويد عن القديس شربل وعن حياته التي امتلأت بالفرح والتعزية لقربه من الله، مشددا على أهمية الصلاة التي تعتبر الطريق الصحيحة نحو القداسة. أول شيء لأول مرة يمكن بحياتي بعد 24 سنة 25 سنة كهنوت بتلاقى بإخوة من فلسطين، سوريا، العراق، مصر، لبنان وكل الشرق يعني والأردن أكيد. فهذا الشيء خلى أنه لقاءنا اليوم لقاء بذكرني بهالآية: ما أجمل أن يجتمع الإخوة تحت سقف واحد، الأرض تهلل وسماء تبارك. إحدى اللي جايين من الأراضي المقدسة إجت لتصلي عند مار شربل، حطت إيدها على الصورة وحست أنه دقات قلبه عم بدق، وبقى هلأ هي بحالي يمكن من الذهول والفرح والبكاء، تقول أنه صح مرات حتى ولو كان هيدا اختبار صغير، نعم هيك كان دقيت قلبنا، هيك دقيت قلبه لمار شربل. بس يشوف هالجماعة الحلوة حوالي 250-300 شخص بالساحة وبالكنيسة اجوا تيقولوا نعم للوحدة، نعم للحب، نعم لأنه نكون شعب واحد تحت قبة سما وحدة مع إله واحد كلنا، وقت بدنا نرفع إيدينا بنصرخ له أبانا. بشفاعة كمان مار شربل اللي نحنا كل نيتنا نقدس في عنده، زبطت الأمور وقدرنا جينا وتسهلت أمورنا لحتى قدرنا وصلنا لنشارك معهم بهالقداس على هالنية. ومن هون منطلق وبقول هيدي مشيئة ربنا وهي إرادة ربنا لحتى نكون عم نصلي وعم نبشر بالوحدة. وأنا بشكركم كتير وبشكر أهل عمان والأبونا وكل اللي شاركوا معنا بهالذبيحة الإلهية، أنه نكون على طول إيد واحدة وقلب واحد مثل ما يسوع بده. هم إخواننا اللي زارونا أبدوا ارتياح واسع للتآخي المتواءم الموجود داخل البلد الأردن، ارتياحهم للمواقع السياحية الدينية خاصة منطقة المغطس، منطقة مادبة، منطقة مار شربل، اللي منشكر أبونا جوزيف سويد على استضافته لهذه المجموعات ومساعدته لمجموعاتنا. أدام الله الأردن دائما بلد المضياف، أدامه الله دائما ذخرا لكل إخواننا العرب وملجأ لكل الأخوة العرب. والله يخلينا سيدنا أبو حسين دائما، وشكرا للنور سات اللي دائما ما في أي حدث إلا بتغطيه، ما في حدث كبير أو صغير إلا كانت النورسات موجودة وبتنقل. حتى أصبحت هذه المحطة هي محطة تحيا في قلوبنا. زيارتنا كانت طبعا تشمل الأراضي المقدسة كلها، زرنا مغطس النهر الأردن،
جددنا عمادنا بالمسيح بالصلوات أو بنزولنا إلى الماء. كمان كملنا زيارتنا لجبل نيبو، زرنا كمان كنيسة عنجرة عند سيدة الإله، كملنا بالزيارة لكنيسة مارجريس الموجودة بمادبا، واليوم ختمناها بكنيسة مار شاربل. بليلة عيد مار شاربل احنا موجودين حتى نحصل على بركة أكثر من وحدة، وهو يسجد لنا ويطلب لنا من أجل رسالة الوحدة عند يسوع وأمنا مريم. وفي ختام الاحتفالات دعا المجلس الرعوي ولجنة الوقف جميع الحاضرين إلى لقاء فرح وسهرة لبنانية أحياها مجموعة من المطربين. نظم مجلس رؤساء الكنائس في معهد أم الفادي في الجليل صلاة ورياضة روحية لأعضاء المجلس، شارك بها غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، إلى جانب عدد كبير من الأساقفة والكهنة من مختلف الكنائس الكاثوليكية من كافة الأراضي الفلسطينية. وتعد هذه الرياضة من ثمار السينودس الرعوي للكنيسة الكاثوليكية في الأرض المقدسة. وقد شملت الرياضة على محاضرات روحية ألقاها المطران سليم صفير مطران الكنيسة المارونية في قبرص، تخللها أوقات لتبادل الأفكار والخبرات. بتفويض من سيادة المطران جوزيف جبارة، ترأس سيادة المطران يوسف متى مطران الجليل الروم الملكيين الكاثوليك القداس الإلهي الذي أقيمت خلاله رتبة الرسامة الكهنوتية للشماس ينال عوابده كاهنا على مذابح أبرشية الأردن. فقد احتفلت كاتدرائية القديس جوارجيوس للروم الملكيين الكاثوليك في أم السماق بهذه المناسبة الروحية التي شارك بها أساقفة وكهنة وشمامسة وراهبات وحشود من المؤمنين. وفي عظة القداس قدم المطران متى نصائح للكاهن الجديد تمحورت حول رسالة القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس. وبعد ارتداء الكاهن الجديد حلة الكهنوت صرخ الشعب والإكليروس قائلين مستحق مستحق. أكسيوس إنه مستحق مستحق. بعد القداس الإلهي قدم الكاهن الجديد ينال عوابده كلمة شكر فيها كل من وقف إلى جانبه في مسيرته التحضيرية إلى أن وصل إلى الكهنوت ليقدم نفسه لخدمة هيكل الرب ورعيته التي اختارها لكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك. ونحن اليوم عم نحتفل بالكاهن الجديد مع هاي الأبرشية مع العشيرة تبعته في مرج الحمام يلي هي رعيته، وطبعا مناسبة جدا حلوة أن نلتئم مع بعضنا البعض بهذا الفرح ونحن في الأردن في هذا البلد الحبيب. وتحية لجلالة الملك عبدالله الثاني يلي فعلا عم بيعطي شهادة حلوة لهذا التآخي يلي موجود في هذا البلد الحبيب بدون أي تمييز أيا كان. فنحن اليوم نفتخر بوجودنا في هنا في هذا البلد الحبيب في هاي الرعية الحلوة في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن لنكون عم نعطي كاهن جديد لخدمة مذابح أبرشية خلينا نقول الأردن للروم الكاثوليك. طبعا فرح كبير بعد سنوات طويلة من الانتظار أن يرتسم هذا الشاب ينال ويكون في له دور في بناء جيل جديد ويكون مع الشباب يلي نحن بحاجة إنه نبقى على تواصل معاهن لأنهن هن جيل المستقبل، وهو شاب ويفهم الشباب وكان داخل في حركة الكشاف والمسرح، وبالتالي هو يعطي الكثير لهؤلاء الشباب لكي يكونوا هم أيضا في هذه المسيرة مسيرة الإيمان الحقيقي ليوصلوا للسيد المسيح. فشكرا لكم على هذه المقابلة، شكرا لتيلو لومير يلي كان معنا
في بث هذا الاحتفال من كاتدرائية القديس جوارجيوس في المطرانية. شكرا لكل تعبكم معنا كمان حتى من خلال نشرات يلي عم بتبثوها من أرض الجليل، أرض المقدسة، من الأماكن المقدسة يلي نحن جينا لنحمل كمان بشارتها لكم. فشكرا كتير لكم، ربنا يعطيكم الصحة ويضلكوا دائما في هاي الخدمة المباركة. شكرا لكم. بالبداية بحب أشكر ربنا على نعمة الكهنوت اللي أعطاني إياها اليوم بعد فترة عناء وانتظار كبير، ونشكر الله إنها تكللت في الآخر بسر الكهنوت. بحب أشكر أصحاب السيادة، سيدنا كير جوزيف جبارة، سيدنا يوسف متى اللي أجا من الجليل حتى يكون معي اليوم يعطيني بركته الأسقفية. بحب أشكر قناة نور سات الأردن اللي دائما هي بترافقنا وبتوصل أخبار الكنيسة للعالم. بحب أشكر كل حدا دعمني بحياتي بمسيرتي للكهنوت، وبطلب من الجميع أنهم يذكروني دائما بصلاتهم حتى أكون خادم الأمين في رعية المسيح دائما وين ما كان وبأي وقت. شكرا كثير لكم. على صعيد متصل، أقام الأب ينال عوابدة القداس الاحتفالي الأول في كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بمرج الحمام بحضور عدد من الآباء الكهنة وجمع من أبناء الرعية. كما سام سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس الأخ ميلاد رزق شماسا إنجيليا في كنيسة الصعود بخلدة. وخلال القداس دعا سيادته المرتسم الجديد لأن يخدم كنيسة المسيح بكل محبة وتفان، وقال: تدعوك الكنيسة أن تجد في التواضع الذي بدوره سيعلمك كل الفضائل لتطيع الكنيسة وتعاليمها. شارك سيادته في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. كل مفاضيلة الرحمة اتأصلت في قلبك والتواضع اتجذر فيك، المحبة رح تنبت أكثر وأكثر، ورح تقدر تحب القريب محبة حقيقية اللي فيها الاهتمام في خلاصه وخلاصك أنت. هون يا ابني الله رح يبتدئ يعمل من خلالك، وقتها مش رح تكون لوحدك، ولكن المسيح وأمنا الفائقة القداسة وشفيعك رح يكونوا معك حتى يساعدوك في حمل صليب الخدمة في داخل الكنيسة. احتفلت رعية كنيسة بيوس العاشر في الزرقاء بمنح سري المناولة الأولى والتثبيت لأبنائها وبناتها، حيث ترأس القداس الاحتفالية سيادة المطران جمال دعيبس مطران اللاتين في الأردن بحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وجمع غفير من المؤمنين. وفي بداية الاحتفال رحب كاهن الرعية الأب يوسف رزق بالمطران دعيبس وقال: أبناؤنا وبناتنا سيتقدمون للمناولة الأولى لأول مرة، وسيكون يسوع رفيق دربهم في هذه الحياة، وسيحل عليهم الروح القدس فيكونوا جنوداً أمناء للسيد المسيح ولكنيسته. وفي عظته ركز المطران دعيبس على أهمية نيل الأسرار المقدسة، حاثاً الأهل على متابعة مسيرة الإيمان لأبنائهم كي ينمون في حضن الكنيسة. هذا الشيء الرائع أنه هذا التحضير وبالاعتراف حتى نتناول جسد المسيح بقلب طاهر نقي، صحيح؟ دائما لما بدنا نتناول بده يكون قلبنا طاهر نقي. خلي اولادنا يعلمونا كيف نحضر حالنا للمناوله، لانه المناوله هي بنتناول جسد المسيح. خلوا دائما قلبكم نقي طاهر من جوا عشان المسيح يسكن في قلبنا، والمسيح بيسكنش مع الخطيه. إذا في خطية ما بسكن معنا المسيح. فدائما لما نحضر حالنا للمناولة خلينا دائما قلبنا طاهر نقي، كل مرة خليها تكون كأنها أول مناولة بهذا التحضير الداخلي. نطلب من الروح القدس يعطيكم القوة والنعمة حتى تشهدوا لإيمانكم، حتى تعيشوا هذا الإيمان، حتى تعيشوا حياة مسيحية حقيقية. هذا الروح القدس هو اللي بيقوينا، بيعطينا نعم كثيرة، بيعطينا مواهب كثيرة. وبختم بدي أذكر نعمة من نعم الروح القدس اللي بيعطيها إلنا كلنا، وهي نعمة المحبة اللي بحكينا عنها الإنجيل اليوم، الإنجيل المقدس. القديس بولس بيقول إن محبة الله أفيضت في قلوبنا بالروح القدس. مع الروح القدس يعطينا نعمة المحبة. وفي نهاية الاحتفال قام سيادته بتكريم بعض أعضاء الرعية لخدمتهم المتميزة في الكنيسة.
أما يسوع فقال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. بقلوب ملؤها الفرح وحب الخدمة والإخلاص، أعدت رعيتا الملاك ميخائيل في ماركا والعذراء مريم في منطقة الهاشم الشمالي بعمان برنامجا صيفيا لأبنائها. تخلل البرنامج نشاطات متنوعة روحية وكشفية ورياضية أدخلت الفرحة والبهجة إلى قلوب الأطفال. وقد أنجزت أعمال النادي بهمة كشافة الرعيتين وأخوية نور العالم وبرعاية كاهن الرعيتين قدس الأب جهاد عماري. تزامناً مع احتفال الكنيسة الأرثوذكسية بعيد القديسين بطرس وبولس، أقامت كنيسة القديس نيقولاوس بماركا فعاليات مهرجان الصيف الأرثوذكسي الأول للأطفال في ساحة الكنيسة. شارك في المهرجان الذي حضره عدد من الأباء الكهنة وجمع من المدعوين أكثر من 200 طفل من طلبة مدارس الأحد من كنائس الزرقاء، أبو نصير، جمعية النهضة الأرثوذكسية وماركا. تخلل المهرجان عرض ممتع من فريق ميشوشو ورسم على الوجوه، وقدمت جمعية كلنا الخير الأردنية وجبات عشاء لجميع الحاضرين. وفي ختام المهرجان تم توزيع الهدايا على الأطفال. خلال زيارته الرعوية إلى الأردن استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نيورستات غبطة البطريرك مار لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلداني في العراق والعالم، حيث أشاد غبطته خلال اللقاء بحالة العيش المشترك الذي يجمع أبناء الوطن الواحد في الأردن، داعياً إلى وحدة الكنائس حتى يكون رعاتها قدوة لكل البشر، وأن يحافظ المسيحيون على هويتهم المسيحية، حيث يجب أن يقربنا الدين من بعضنا بعضاً ولا يفرقنا. المسيحيين يعني عندهم هذا الشعور الإنساني المتجذر، لأن التجسد الكلمة تصير جسد، والمسيحي هم لازم يتجسد تعليم المسيح. يعني فينك قوة روحية إلهية لازم المسيحي يكتشفها ويفعلها. يعني وما لازم نحن ننغلق على طقوس وعلى إدارات وهيك، لازم يكون لنا هذا الحس النبوي، هذا مفقود في مجتمعنا. نقول كلمة نبوية حتى لو كانت صوت صارخ في البرية، يعني هيك. هذا ما كثير نشوفه، يعني بالرغم أنه البابا صوى صوت نبوي يعني على صعيد العالم. يعني بلداننا تحتاج إلى هذا الصوت الغير الرتيب، يعني كله هيك رتابة، كله هيك منزل. نعم. عادات وتقاليد وممارسات ورتابة. رتابة. في حين العالم بسرعة عم يمشي نحو الحداثة. اليوم العالم صار قرية رقمية. يعني في مخيم عمان الدائم على طريق المطار جنوب العاصمة، نظمت مجموعة كشافة ومرشدات البطريركية اللاتينية المصدر لقاء كشفيا ضم 150 فردا وقائدا وجوالا. وقد ركز المخيم الذي أقيم تحت شعار بطل أنا واستمر 3 أيام على جوانب كثيرة، منها فكرية وبدنية واجتماعية ووطنية، وجميعها تهدف إلى صقل شخصية الفرد وتدريبه على كيفية الاعتماد على نفسه في مختلف الظروف والأحوال. الحمد لله، يعني احنا عدنا للحياة الكشفية والحياة الخلاء والمخيمات بعد غياب لمدة 2 أو 3 بسبب جائحة كورونا. الأجواء حماسية والأفراد متحمسين جدا كانوا للمخيم للعودة لحياة الخلاء. في كثير جوانب أكيد إحنا بنغطيها في مخيماتنا، جوانب فكرية وبدنية واجتماعية ووطنية بننميهم فيها بنطورهم فيها. وبالآخر بحب أحكي لكم عن شعارنا لهذه السنة في المخيم بطل أنا، أخذناه من آية من الكتاب المقدس واشتغلنا عليه في كثير أمور. إن شاء الله أفراد بعد نهاية المخيم برجعوا لأهليهم أبطال وبشخصية غير، وإن شاء الله بكونوا من أحسن الكشافين والأولاد لعائلاتهم. شعارنا اليوم بيحكي عن شخصية الفرد، كيف إحنا بنقدر نسقل الفرد. اليوم الفرد ما يحس حاله ضعيف، كل فرد ربنا حاط فيه موهبة. كلام الإنجيل واضح جدا، كان موضوعنا إحنا كل فرد عنده قوة ربنا بيقدر يسخرها بوقت معين، زي حبة الخردل
اليوم احنا ركزنا بشعار مخيمنا على الفقرات اللي هي عمالها بتسقل شخصية الفرد، المسير الخلوي، الطهو الخلوي، مسيرة الجراءة الليلية للأفراد الصغار للأفراد الكبار، كله كان مخيمنا اليوم اعتماد على النفس. كل واحد من الأفراد اليوم عرف ليش هو جاي على المخيم، عرف ليش هو بالحركة الكشفية. مخيمنا كان رائع جدا السنة هاي، ونمى أفراد كثير، وكان تحت شعار بطل أنا، واستفدنا من كلمة بطل أنا المأخوذة من الإنجيل، إنه أنا مهما كنت ضعيف أنا بطل، طول ما معي الله أنا بكون بطل. وإذا بكون مثلا أنا بالمخيم هذا كنت مزعل حدا ومتزعل أنا وحدا، أروح أسامحه وأقول له أنا آسف أعتذر منه، برضو أنا راح أكون بطل. هيك شعارنا للمخيم، وبشكر كل من ساهم من قيادة وأفراد وجوالي على نجاح هذا المخيم. مخيمنا كان شعاره بطل أنا، كانوا عاملين فيه ثيم للجيش، الصغار كانوا ثيم أبطال خارقة مثل باتمان سوبرمان، هاي الأشياء اللي بتحسسهم أنهم أقوياء، والكشاف المتقدم كانوا عاملين ثيم جيش وعسكر، وكان لهم أكثر من مسمى زي قوات خاصة زي سرية، وكان نظام التحفيز تبعهم عشان يشجعهم هي رتب عسكرية يتضلوا يترفعوا فيها، فكل شعار المخيم كان هو عن القوة وعن الأبطال. كثير متحمسين كانوا الأفراد وكثير مبسوطين بهذا الشيء، لأنه هم دائما بحبوا يعيشوا هاي الأجواء، بحبوا يعيشوا أجواء يحسوا فيهم إنه هم أقوياء وفي تنافس كثير بيناتهم. مخيمنا بعد سنين فقدنا، صلنا تقريبا أكثر من سنتين ما رجعنا اجتمعنا. الهمة كانت المخيم غير شكل، الولاد متحمسين، الأفراد رجعوا مرة تانية أحيوا نشاطهم من جديد. طبعا شعار المخيم كان بطل أنا، هذا الشعار اللي أثر بكل ولد موجود هون، وكل زهرة وكشاف وشبل كلهم كانوا متحمسين للمخيم. برامجنا كانت متنوعة مشكلة، كلياتها كانت بتعلم الولد كيف يقدر يعتمد على حاله، كيف يقدر يكون مسؤول عن أغراضه، يكون مسؤول عن حياته بشكل عام. تعلموا أولادنا كيف يطبخوا لحالهم، كيف يأكلوا لحالهم بعد غياب كثير من الكورونا اللي بعدتنا عن العالم اللي نعيش بشكل طبيعي. فبنشكركم على تواجدكم اليوم بمخيمنا، وإن شاء الله يكونوا الأولاد استفادوا وأخذوا خبرة حلوة. تعتبر كنيسة اللاتين في السلط من الكنائس التاريخية العريقة في المدينة، والتي يعود بناؤها إلى عام 1870، وهي تعد الآن من المعالم السياحية الرئيسية في السلط. نور ساد زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. في محطة مميزة من سلسلة حلقات كنيسة، نقف اليوم على باب كنيسة وقف على أبوابها وعاش بين جدرانها قديسون مجيدون، كرسوا حياتهم وأنفسهم لخدمة الكنيسة ولإيصال بشارة السيد الأعظم. كنيسة انتقال السيد العذراء للاتين في مدينة السلط هي محط أنظارنا لهذه الحلقة، لنستمتع وإياكم بتلك المشاهد الغنية والتعرف على تاريخها النير. تقع كنيسة انتقال السيد العذراء قرب ساحة العين في مدينة السلط، حيث تعد رابع أكبر مدن المملكة الأردنية الهاشمية. تقع هذه المدينة على الطريق الرئيسي القديم المؤدي من عمان إلى القدس، وتبعد حوالي 27 كيلومتراً عن العاصمة عمان. دعيت الكنيسة باسم أم الكنائس باعتبارها الكنيسة الأولى التابعة للبطريركية اللاتينية في الأردن. خدمها في القرن الماضي العديد من الآباء والراهبات الذين وضحت بصماتهم في الكنيسة، وما زال يخدمها آباء أجلاء حافظوا واعتنوا بكل حجر من زوايا الكنيسة. في داخل الكنيسة عند دخولنا إليها نجد تصميماً معمارياً ونقوشاً فنية مستوحاة من التراث المحلي، بالإضافة إلى تصميمات أوروبية وخاصة من إيطاليا. وهنا نذكر الأب جان مورتيان الذي وضع مخطط الكنيسة وأشرف على بنائها الأب جوزيف جاتي، حيث ابتدأ العمل في بنائها منذ عام 1870،
واستمر حتى عام 1886، وساهم في بنائها عمال مهرة من بيت ساحور وبيت جالة. التقت عدسة نورسات مكتب الأردن بالأب رياض حجازين راعي الكنيسة، حيث حدثنا عن الرعية وتاريخها وجدرانها الأثرية المملوءة بالقداسة بتفصيل، فقال: احنا هون أول شيء في أول كنيسة لاتينية بنيت في شرق الأردن في مدينة الصلب. الصلب هي أول كنيسة بنيت في هاي المدينة تقريبا في سنة 1866. أرسل كاهن رعية نابلس كان اسمه ديأكتيس بطلب من بطريرك القدس أنه يبدأ بتأسيس رعية في مدينة السلط، وبالفعل وصل للسلط لكن قعد بجوز فقط سنتين، وأغلب وقته قضاها مستأجر بيوت في الرعية حتى يصلي ويسكن في الصلاة. في 1869 عين مكانه كاهن جديد لكنيسة الصلاة الأب جان موريتان، خدم سنتين كمان في الصلاة، وعلى دوره ابتدأ في بناء الكنيسة في الصلاة لأن الرعية صارت كبيرة، صاروا بحاجة لكنيسة لأن البيوت بطلت تكفي مكان للصلاة، فبدأ ببناء كنيسة في الصلط. والكنيسة هي المضبوط راح يشوفها كمان شوية، هي قاعة حاليا تحت الكنيسة، لكن للأسف الأتراك في حينها اللي كانوا هم مسيطرين على المنطقة لم يسمحوا له ببناء كنيسة كبيرة، فقط أعطوه إذن لبناء كنيسة 10 متر في 6 متر بس. طبعا سنة سنتين الكنيسة برضو كمان بطلت قادرة انها تسع المصلين، فبدأ يفكر في بناء كنيسة اكبر حتى تسع المصلين من رعية السلط الجديدة. فبعده اجا كاهن اللي هو بالفعل بقدر نسميه مؤسس رعية السلط اللي هو الأب جوزيف جاتي اسمه. في سنة 1881 بدأ في بناء كنيسة فوق الكنيسة القديمة. طبعاً الكنيسة القديمة صغيرة فانجبروا يوسعوا الكنيسة القديمة حتى الكنيسة الجديدة اللي بتم يبنوها تطلع أوسع وأكبر وتكون قادرة إنها تسع المصلين. وبالفعل 1881 بلشوا في بناء الكنيسة، 1886 انتهى البناء الكنيسة الجديدة اللي سموها كنيسة انتقال السيدة العذراء إلى السماء. كنيسة الصلط متوقع أنه بنيت على الستايل اللي بيسموه الجوتيك، بالعربي الستايل القوطي، الهندسة القوطية، اللي هي بناء بدون أعمدة داخل الكنيسة، فقط الأعمدة على جوانب الكنيسة، وآخر الكنيسة فوق بكون زي قوس، فبتكون الكنيسة ما فيها ولا أي عمود. وبتوقع إحنا عندنا 3 كنائس من هذا النوع اللي هم كنيسة بيت جالة، كنيسة البطريركية الكاتدرائية في القدس، وكنيسة الصلب. فهذا نوع البناء، نوع الهندسة اللي اتبعوها في بناء هاي الكنيسة. جابوا رسام من هولندا حتى يرسم الكنائس في شرق الأردن وفي حينها اللي كان أولهم طبعاً الصلق، بعدين كنيسة ثانية اللي هي كنيسة الرميميم. وبالفعل
عمل هاي الأيقونات وحاول إنه في الصورة الكبيرة اللي بيشوفها إنه يمثل يعطينا فكرة عن الكنيسة اللي هي كنيسة انتقال السيدة إلى العذراء، طبعاً مع مناظر مختلفة على الجهتين، على جهة اليمين وعلى جهة الشمال من الكنيسة. وطبعاً في سنة 1927 صار في هزة في منطقتنا والكنيسة كتير تأثرت بهاي الهزة، صار في تصدع في الجدران، في حينها حاولوا إنهم شوية يرمموا هاي الكنيسة، فوضعوا إطار إسمنتي خارج الكنيسة حتى يسندوها شوية، وداخل الكنيسة عند السقف تقريباً وضعوا حديد، ربطوها بحديد حتى لأن الكنيسة تصدعت وكان خايفوا أنها تنهار الكنيسة، ففي حينها اشتغلوا هذا الشغل حتى يحافظوا على الكنيسة ما تنهار. قبل أكثر من 125 عاماً كان حال المسيحيين المؤمنين هزيلاً، فالجهل ونقص الديانة كان في تلك البلاد والأيام محزناً جداً. ونظراً لما سمعه الأب جوزيف جاتي عن النجاحات التي تقدمها إرساليات راهبات الوردية في توعية المؤمنين وتنشئتهم تنشئة مسيحية صحيحة، فقد اتخذ القرار بمخاطبة غبطة البطريرك منصور براكو بطريرك القدس لللاتين من خلال رسالة يطلب فيها حاجته إلى مجموعة من راهبات الوردية ليخدمنا عنده في الدير ويشرفنا على إدارة مدرسة البنات الموجودة في نفس الدير. وبالفعل لبت الراهبات نداء الطاعة، فحملنا أنفسهن وكنا 4 راهبات، من ضمنهن كانت راهبة تدعى ألفونسين. جئنا قادمات من بيت ساحور إلى السلط متناسيات مشقة السفر وتعبه، سعيدات بما سيقدمنه للسلط وللمؤمنين فيها من خدمات روحية وتعليمية. أول كنيسة كانت موجودة هون، بنيت في 1869 وتم تدشينها 1871. هلأ الكنيسة حدود هاي الكنيسة زي ما حكيت إنه الأتراك لم يسمحوا ببناء كنيسة كبيرة، فقط 10 و6 متر مساحة الكنيسة، وكانت هاي الكنيسة القديمة. هلأ لما بنوا الكنيسة اللي فوق بدهم إياها تكون أكبر وأوسع، فانجبروا كمان في هاي المنطقة إنهم يوسعوا كمان حتى تطلع الكنيسة الكبيرة أكبر من القاعة. فبتوقع كل هذا الجزء حتى اللي خلفي هذا كله جزء يتم إضافته بهدف توسيع الكنيسة الموجودة فوق اللي هي الكنيسة الحالية. هلأ كنيسة السلط بيسموها بالفعل أم الكنائس، أم أول كنيسة لاتينية بنيت في شرق الأردن. نقطة ثانية كمان، كنيسة السلط أو رعية السلط بالذات كمان هي أول كنيسة تستقبل رهبات الوردية في شرق الأردن. في سنة 1887 أجا مجموعة من الرهبات الوردية حتى يخدموا في الرعاية في شرق الأردن، وطبعاً كانت أول رعية السلط فوصلوا هنا لمدينة السلط. ولحسن حظ هاي الرعية كمان إنه من أول الرهبات اللي وصلوا للسلط كانت القديسة اليوم الأم ماري ألفونسين، كان وفد وكان معهم الأم ماري ألفونسين اللي هي بعدين أسست رهبانية الوردية وأصبحت فيما بعد قديسة على مذابح الكنيسة. بحسب كتابات الأم ماري ألفونسين إنه أول سكن لهم كان في القاعة اللي تحت الكنيسة، ويبدو إنه هذه المنطقة الجديدة اللي إحنا موجودين فيها كانت غرف، لأني أنا كمان بتذكرها إنه كان هاي المنطقة غرف وزيلت فيما بعد، وإنه رهبات الوردية أول ما سكنوا أول دير كان لهم في هاي المنطقة بالذات اللي إحنا موجودين فيها، هذا الجناح من الكنيسة القديمة. في 14 من شهر شباط عام 2015
أعلن قداسة البابا فرانسيس الراهبة ألفونسين التي ولدت في القدس باسم سلطانة عام 1843 وانخرطت في سلك الرهبانية عام 1860 قديسة على مذابح الرب. وبعد 6 شهور من إعلان قداسة الأم ألفونسين عمل مكتب فضائية نورسات الأردن على البحث والتقصي عن مكان إقامة القديسة ألفونسين في مدينة السلط وتحديدا في ذات الدير، حيث تم إنتاج فيلم وثائقي عن حياتها داخل الدير وتحديد الأماكن التي قطنت بها القديسة نسبة للوثائق والتحليلات التي أدلى بها شيوخ المدينة. وبعد الانتهاء من عمل الفيلم الوثائقي تورعت الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس وعائلتها على نفقتهم الشخصية بإعادة ترميم المكان الذي عفى عنه الزمن وأعادت الحياة إليه من جديد. ونتذكر هنا حفل التدشين الرسمي الذي احتفل به غبطة البطريرك فؤاد الإطوال بطريرك القدس للاتين بحضور جموع من الرسميين والمسؤولين، مدشنا المكان بالماء المقدس ومعلنا بشكل رسمي للجميع عن مزار جديد للبطريركية اللاتينية. وخلال الاحتفال قلد غبطة البطريرك الدكتورة السمعان وسام القبر المقدس الذهبي وشهادة تقدير لجهودها في كل ما قدمته في خدمة الكنيسة في الأردن وخاصة لهذا المكان الذي سيبقى شاهدا على عطائها ومحبتها للرهبنة الوردية. لم يقتصر الحلم والإنجاز في هذا المكان المبارك على ما أنجزته السمعان، بل بسواعد الأب رياض حجازين راعي الكنيسة وبدعم من أبناء الرعية في محافظة البلقاء مدينة السلط قاموا بترميم بقية المكان، فأصبح الآن من أكبر المزارات المقدسة في الأردن الذي بدأ يستقطب السياح للتبرك منه. في هذا المكان بالذات السيدة باسمة السمعان حتر أحبت أنها تكرم القديسة ماري ألفونسين، فتبرعت ببناء مزار في نفس المكان للقديسة الأم ماري ألفونسين سنة 2016 بعد إعلان قداسة الأم ماري ألفونسين بسنة تم تدشين هذا المزار بحسب رغبة السيدة باسمة السمعان. طبعا هاي القاعة مرت في مراحل كثيرة، في البدايات كانت كنيسة، بعدين مع المدرسة لما تم افتتاح المدرسة في السلط أصبحت فيما بعد مسرح تابع للرعية ولمدينة السلط، لأنه كمان بالسلط تتشرف كمان إنها تكون أول مدرسة موجودة وأقدم مدرسة حاليا هي مدرسة اللاتين في السلط، تأسست عام 1869. يعني القوارني أول ما وصلوا السلط كان يصلوا ببيت واستأجروا بيت كمان لمدرسة، فبعدها بفترة قصيرة كمان حاولوا وعملوا مدرسة للبنات في السلط. وطبعا مين كان مسؤول عن هاي المدرسة؟ رهبات الوردية، لأن الرهبات الوردية أحضروا خصيصا للاهتمام في العنصر النسائي في هذه المنطقة، لأن العنصر النسائي كان مهمل، لا مدرسة ولا تعليم ولا أي شيء، فأجوا الرهبات خصيصا حتى يهتموا بهذه الفئة من المجتمع، فئة الستات، حتى يعلموهم وحتى كمان يعلموهم مش فقط من ناحية علمية، حتى كمان يثقفوهم من ناحية دين. ومن أعماق هذا المكان الذي داست على أرضه قديسة الوردية ماري ألفونسين نطلب بركتها وشفاعتها بأن تحفظ بيعة الله من الآن وإلى أبد الآبدين، آمين. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في
ملجئي في كل ضيق. اختتم في مدينة كالي كولومبيا المؤتمر الدولي الكاثوليكي للمرشدات، وذلك بمشاركة الوفد الأردني الذي ضم القائدات عايدة الصوص مسؤولة فريق الشرق الأوسط ومجد حداد وفيروز بوشه ممثلتين عن الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية اللاتين الأردن، والذي أقيم بمشاركة الأباء الكهنة المرشدين الروحيين المشاركين بالمؤتمر. وقد تم تجديد انتخاب القائد عايدة الصوص في منصبها الحالي لمدة 3 سنوات إضافية، كما تم انضمام القائدة فيروز بوشه كعضو مسؤولة عن الأردن في فريق الشرق الأوسط. تزخر مدينة بيت لحم بالعديد من المواقع الهامة ذات الأبعاد الدينية والثقافية والمعمارية، وعلى بعد أمتار قليلة من كنيسة مهد المسيح افتتحت دار المجوس، هذا المبنى الذي حافظ على عبقه التاريخي على مر السنين، وتعتبر حجارته شاهدة على أصالة الوجود المسيحي في موطن يسوع. مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة زارت الدار وأعدت التقرير التالي. على خطى المجوس ومنذ أكثر من 2000 عام، حين قدم 3 من المجوس من بلاد بعيدة ليقدموا الهدايا لميلاد الطفل يسوع في مغارة بيت لحم، على خطاهم تم افتتاح مؤسسة دار المجوس بروتيرا سانتا، والتي تبعد أمتارا قليلة من كنيسة المهد. دار المجوس المبنى القديم الذي استغرق ترميمه 3 سنوات متتالية، ولتصبح مؤسسة تدعم المجتمع المحلي وتدعم الحجيجة للأراضي المقدسة. مؤسسة بروتيرا سانتا هي مؤسسة موجودة في كل الشرق الأوسط، تابع كمان للفرنسيسكان تبع حراس الأراضي المقدس، وإن شغلنا أكثر شيء اجتماعية مع المساعدات أو التربية مع المدارس وتطوير مع الإدوكيشن والدورات والفوكيشنال ترينينج. إن موجودين هون في المبنى كتير قديمة، نسمينا المبنى جديد دار المجوس. هذا المبنى كان تابع لعائلة فليفل، معيلة من بيت لحم، وهذا المبنى من أقدم مبنى موجودين في وسط البلد تبع بيت لحم، وأكيد في الباب الكنيسة في موقع استراتيجي، من كل يوم من كل السياح اللي بيجوا البلد أو بيرجوا من الكنيسة للباصات بيمشوا من هاي الطريقة. المبنى هي 3 طوابق، سميناه هذا المشروع دار المجوس عشان المجوس هم بالنسبة للدين المسيحية الملوك اللي هاجوا من برا وجابوا هدايا مهمة زي الذهب بخار للطفل يسوع للجمال اللي ولد في بيت لحم. هنا في البونة هذا ما كسرنا فيها، وكل شيء انتم بتشوفوا جوا كله فكرة وشغل بيت لحم، كله فكرة وشغل فلسطين، من المهندسين للمفروشات، عشان في البونة هذا إن بدنا نحكي الجمال دائما. لما أنا مفكر موضوع فلسطين أو برا لجانة يفكروا دائما مشاكل، دائما كله مزبوط، بس برضو هنا هون من نفرج للعالم اللي حيله تبع الناس الإنسان الفلسطينية والجريت بوتينشل الفرصة اللي هم عندهم عادوا يش للعالم. على مدخل المبنى نرى عملا فنيا يمثل المجوس وقصة المجوس الثلاثة. هذه السكالبتشر تبع المجوس نسبيها واحد فنان فلسطيني طارق صلصة، والمجوس اللي موجودين هون من أقدم صورة المجوس نسكة اللي موجودين في الفسيفساء في منطقة رافينا في إيطاليا. هلا في شيء هيلو ليش سابين هذا السكالبتشر هون في طريق الكنيسة؟ الجايدات بيقولوا دايما اللي بتزور الكنيسة اللي وقت الفارسي خربوا كل الكنائس والمهان المقدس في الأراضي المقدس غير الكنيسة المعهد. ليش؟ عشان بيقولوا في كنيسة المعهد كان في سكالبتشر أو فسيفساء أو إيشي زي هذا، وين المجوس بلبسوا زي الفارسيين زي الفارسي، عشان هيك اليوم الكنيسة المعهد الكنيسة الوحيدة اللي بنى قسطنطين لسه موجودة. والمركز مكون من 3 طوابق
رمم من الخارج والداخل، ويحوي على عدة غرف وقاعات للاجتماعات ودراسات متعددة، منها الموسيقية والفنون والمطبخ وغيرها الكثير من النشاطات المتنوعة، وبازار يحوي على منتجات عديدة من عمل أفراد ومجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومغارة قديمة تعرض فيها قصة الميلاد وحتى يومنا هذا قصة بيت لحم وبتقنيات عالية وجديدة. كذلك نرى وجود لوحة رسمت بريشة فنان إيطالي والتي من خلالها جسد الماضي والحاضر، ونرى أيضا لوحة فسيفسائية لخريطة مادبا للأراضي المقدسة صنعت بأيادي فلسطينية، والتي من خلالها تجسد نفس خريطة مادبا في الأردن. دار المجوس هدية فرنسيسكانية للمجتمع التلحمي، والذي من خلاله يتعلم الإنسان بر يسوع، وهو المحبة والمصالحة والعطاء والسلام، والسير على خطى المجوس الذين قدموا الهدايا للطفل يسوع. لنورسات مارلين الحدوة من مبنى دار المجوس بيت لحم. ينعى المكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل، وفاة القس لؤي رزق حداد المدير العام لمؤسسة الأراضي المقدسة للصم والمكفوفين والأمين العام الأسبق لمجلس رؤساء الكنائس، الذي انتقل إلى الأمجاد السماوية بعد حياة أمضاها في طاعة الله وخدمة الكنيسة. كما يتقدمون من عائلة القس المرحوم بالدعاء والرحمة والعزاء على رجاء القيامة. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان عيد مار الياس الحي، حيث تطرق البرنامج لحياة النبي إيليا الذي عاش في شمال الأردن. وقد أغنى الحلقة عبر اتصالات هاتفية كل من الأب فرح حجازين والأب جهاد عماري والأب مودي هنديلة. فإلى هناك، حابين نحكي عن النبي إيليا وعن حياته مع الاتصالات. الآباء الكهني راح يغنوا الحلقة بمواضيع كتابية من العهد القديم من سفر الملوك اللي بتتحدث عن حياة هذا النبي العظيم، اللي خصوصا عندنا بالأردن يعني هو نعتبره أردني هذا النبي، لأنه عاش في عجلون وعاش في المغطس وعاش في بين جلعاد وبين تشيت بين المناطق جبالنا، ونبي من أنبياء الأردن يعتبر لأنه عاش في هذه المنطقة. إيليا النبي أبونا دائما موصوف بصورة له أو أيقونة، أصبعه بيكون واقف مثل هيك عامل، وأيضا بإيده الثاني السيف. فالسيف طبعا من كل من القصص الموجودة في الكتاب العهد القديم والعهد حتى نذكر في العهد الجديد عن طريق رسائل القديس بولس، وأيضا يسوع ذكره كمان إيليا. فهو كان يدعو إنه الرب الله هو حي بيننا وهو إله أحياء، فكان مضطهد في بداية رسالته مثل ما تم الذكر في عهد الملوك من العهد القديم في سفر الملوك. خبرنا أبونا عن هذا النبي إيليا النبي ورسالته على الأرض ورسالته أيضا للبشرية. إن شاء الله. أولا إيليا هو من أعظم الأنبياء في العهد القديم، وبصادف عيده غدا 20 تموز في الكنيسة الكاثوليكية. نعم. يعتبر القديس إيليا من أعظم قديسي العهد القديم. نعم. ومن أعظم الأنبياء في العهد القديم. نعم. ومن أعظم القديسين شهرة وانتشارا في بلادنا. نعم. كرس له شرفنا الآلاف الآلاف من الأولاد الذين يحملون اسمه. شفاعته قديرة عند الله، ومزاره لا يزال اليوم هذا قائما على جبل الكرم في حيفا، يؤم الآلاف الآلاف من المؤمنين طالبين شفاعته وحمايته من الروح الوثنية الطاغية. إنه رجل إيمان يحبس السماء عن المطر بأمر الله فلا تنزل مطرها. نصلي وإياكم للرب الإله أكيد بشفاعة النبي إيليا،
وهالنبي العظيم اللي اسمه بالعبري إلهي يهوى. نعم. هالنبي العظيم اللي ولد ببلاد جلعاد شرق الأردن نسك البراري وشخصية عظيمة ما منكر وعاش في نهاية القرن التاسع قبل الميلاد. اللي بيقرأ سفر الملوك بيشوف إنه في آية جميلة موجودة بسفر الملوك 18 أن يد الرب كانت مع إيليا. عمل كثير من المعجزات هذا النبي، منها حبس بصلاته المطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر، وكان زي ما تفضلتوا نعم يقيم عند نهر كريت تجاه الأردن ناسك في البراري. ومن المعجزات أنه الرب كان يرسل له غراب أو غربان تقيله، تبعث له خبز ولحم بالغداء وخبز ولحم بالعشاء، شاورما بعالم اليوم 50 جوم لحمة يعني مش بس خبز. وكان يشرب من النهر. كمان من معجزاته المذكورة بسفر الملوك أنه بيوم من الأيام أقام عند أرملة صرفة صيدا وبارك إلها الدقيق والزيت، كان في مجاعة وفقر وحكت له أنا ما عندي غير شوية هالدقيق والزيت، كيف بدي أعجن لك إياهم، خايف يخلصوا. فبالفعل كل ما كانت تعجن له من الدقيق والزيت لم تفرغ جرة الدقيق ولم تنقص قارورة الزيت، بموت ابنها بيصلي عليه وبنهضه من بين الأموات. ومن المعلوم أنه كشفت التنقيبات الأثرية بالعام 99 و2001 عن أهم آثار الموقع وهي دير مار الياس والمكان الذي صعد منه النبي إيليا إلى السماء، وكرس أيضا الدير للرهبان. والكنائس التي تم العثور عليها في الموقع أيضا سيما الكنيسة العليا التي تم بناؤها مع مطلع القرن السادس الميلادي وتبلغ مساحتها 1430 متر مربع، الأمر الذي يدل أن هذه التلة هي جزء من مجمع كبير. فكنيسة بهذه المساحة تعني وجود سكن للرهبان المكرسين للخدمة في المنطقة، ومكتبة ومرافق أخرى قد تكون ما زالت تحت تراب الأرض مدفونة تحتاج إلى تنقيب وبحث. ومعلوم أن هذه المواقع ليست إرثا وثروة وطنية فقط، بل وأيضا إرثا إنساني وديني محلي وعالمي لحقبة من تاريخ البشرية. ومثل ما نعرف أن الفاتيكان اعتبر هذا الموقع موقعا للحج المسيحي في الأردن كحال موقع المغطس وجبل نيبو ومزار السيدة العذراء في عنجرة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يدعو المؤمنين للاستفادة من عطلة الصيف والإصغاء إلى الله. البطريرك ثيوفيلوس الثالث يحمل هموم المسيحيين للرئيس الأمريكي بايدن. الكنيسة المارونية في بيت لحم وعمان تحتفل بعيد القديس شربل. البطريرك باتسابالا يشارك مجلس رؤساء الكنائس في الجليل بالرياضة الروحية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursajo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.